تنتقل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف من سرادقات الميادين العامة إلى سوح المساجد وغيرها، ومن تلك الأماكن التي انتقلت إليها الاحتفالات منطقة الحليل الشيخ موسى بولاية الجزيرة، تلك المنطقة ذات الإرث الديني والصوفي الذي توارثه أهلها كابرا عن كابر، حيث يقود الشيخ عبد الناصر الشيخ الطيب احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف والذي أمه جمع غفير. وقفت بالباب باب الجود مرتجيا باب الرسول الذي ما رد من وقفا، أأليت لا أنثني عن بابه أبدا، هو الكريم وبه ضري قد انكشفا. فالفضل متسع والخير منهمر عند المواجهة الشريفة، الفيض متسع والخير منهمر ما شح يوما على من عبا أو غرفا. فالبحر والسيل والأمطار تحسب إن قيست جميعا بجود جود المصطفى رشفا. أزكى أزكى. هذه الجموع التي جاءت تحملها الأشواق ويدفعها الوجد والحنين، علهم يجدون ما يشفي أرواحهم من الوجد، على أن قرب الدار أو بعده ينفع إذا كان ما تهواه في العهد، وما هواهم إلا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومديحه الذي خلب ألبابهم وملك أرواحهم. قوم يتقاسمون كل شيء، فليس بدعا أن يتقاسم المادحون والمنشدون مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي جابر بن شاعر وجانا شوق لحبيب مولانا جابر بن شاعر وجانا بسم الله في مبدانا يا مولانا جيب لي دعانا بن شاعر وجانا يا مخلوق ضعاف ومحانا مخلوق ضعاف ومحانا نبي فرد كربة طلبانا البشار ويانا الشوق لحبيب مولانا جاب البشار ويانا نبي سلت بالعرج واتانا بالصدق المعاف وامانا جاب البشار ويانا ابدينا ما فيه خيانا 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 نبي مبشر عمو بالليل انا البشارة ويانا الشوق لحبيب مولانا جاب البشارة ويانا نبي سلت بالعرج واتانا بالصدق معاه وامانا قبل وشار ويانا نبي ابدينا ما فيه خيانا ابدينا ما فيه خيانا نبي وابشر عمو بالليل انا البشارة ويانا الشوق لحبيب مولانا جاب البشارة ويانا نبي أم الواد أشوف برهانا حليب المعظم شانا جاب البشارة ويانا نبي 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 يا يوم صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا نبي يوم صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا وصلب في بنيانا صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا صلب في بنيانا صلب في بنيانا يوم صلب في بنيانا يوم صلب في
يصلب في بنيانا يوم يصلب في بنيانا نبي عم الخير على ديننا البشارة ويانا الشوق نبي يملك الغزال على الغانا يملك الغزال على الغانا نبي حلاها وقعدت مكانا نبي البشارة ويانا قال قالت تمشي لجديانا قالت تمشي لجديانا نبي قالت تمشي لجديانا قالت تمشي لجديانا نبي ضمنت النبي وخجلانا أنا بشارة ويانا يا حبيب نبي يملك الغزال على الغانا يملك الغزال على الغانا نبي حلاها وقعدت مكانا قالت تمشي لجديانا نبي قالت تمشي لجديانا قالت تمشي لجديانا هيا قالت تمشي لجديانا قالت تمشي لجديانا حبيبي النبي قالت تمشي لجديانا قالت تمشي لجديانا تمشي لجديانا قالت 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 تمشي لجديانا تمشي لجديانا تمشي لجديانا تمشي لجديانا قالت 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 تمشي لجديانا حبيبي النبي قالت تمشي لجديانا 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 النبي قالت تمشي لجديانا قالت تمشي لجديانا النبي ضمنت النبي وخيلانا البشارة ويا هيا ضمنتي وليش جايانا البشارة ويانا لبنك ما بندور وكفانا لبنك ما بندور وكفانا هيا لبنك ما بندور وكفانا لبنك ما بندور وكفانا ورجعت إلى الحكم رضيانا البشارة ويانا هيا ضمنتي هناك جايانا البشارة ويانا لبنك ما بندور كفانا لبنك ما بندور كفانا ورجعت للحكم رضيانا البشارة لا لا الشراك سمع بلسانا الشراك سمع بلسانا ونطقت كلمة بإحسانا البشارة ويانا قال شوف الغزال ويمانا نبي تمشي ترعى في بديانا البشارة ويانا
وللعلم حضور في هذه الاحتفالية، فهو الحاضر القائم بين الناس. مسلم هذه قالت والله قال عندنا رسول الله، قال بمعنى نام النومة بتاعت شنو يا أخواننا؟ القيلولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام كثير العرق، قالت فدخلت فإذا العرق يتصبب من جسد رسول الله. أخوانا لما يتصبب كده بيقع في شنو يا أخوانا؟ في الأرض. فهي أنا دار أعبر عن الشيء اللي عندها هي، يعني كأنها قالت إنه زي عرق الحبيب ده بيخليه يتشتت في الواطة، ده بسوي له شنو يا أخوانا؟ بيجمعوه يتبركوا به. قالت فجئت بقارورة فجعلت أجمع العرق وتمصر في شنو يا أخوانا؟ في القارورة حقتها دي. القارورة دي هي عندها فيها طيبة وريحتها، يعني نفسها قالت أنا والله ريحتي دي أنا داير الريحة بشنو يا أخوانا؟ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحة، وقال لي ما هذا يا أم سليم؟ فقلت له يا رسول الله عرقك أطيب به طيبي، أنا داير ريح ريحتي بشنو يا أخوانا؟ بعرقك صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا ده باطل وده شنو ولا دي خرافات. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تتطيب بهذا الطيب الذي خلط ومزج بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النسوة في المدينة يغرن منها. قال يقول أنت يا أم سليم الريحة السمحة دي بتجيبها من وين؟ قالت تقول لهم أنا ما بشتري من حاج فلان كلنا سوا. قال يقول لا لا أنت والله عندك دربن تاني بتجيبي مني شنو يا أخوانا. فهي تتبسم رضا بما حباه الله سبحانه وتعالى لها بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، نحن نعبر عن فرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم وأقول الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم مثاب فاعله، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو أنه ينتفع من ذلك. الدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عندما ساق رؤيا العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رأيت بأخي أبي لهب في المنام. سيدنا العباس يرى بأخوه أبو لهب أو أبا لهب. قال فقلت له يا أبا لهب كيف حالك؟ فقال لي في النار. أخواننا في النار دي ما فيها شك، لأنه الله قال شنو يا أخواننا؟ تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات اللهب، يعني أصلا يصل دي ما فيها كلام. فقال لي في النار غير أنه يخفف عني العذاب كل يوم اثنين لفرحي بمولد رسول الله. وأنا لما هو كان قاعد وجاء ثويبة جارية فقالت له يا أبا لهب لقد ولد لأخيك عبد الله غلام، قال ففرح في تلك اللحظة بس، وعبر عن فرحه بأن قال لها أنت حرة، قال لفرحي بمولد رسول الله وعتقي ثويبة. هذه الرواية أوردها الحافظ الدمشقي نظما فقال إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فكيف بالعبد الذي بأحمد مسرورا ومات موحدا. وقد أبدع في وصفها وأجاد سيدنا حسان بن ثابت حين قال وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته روح من النور في جسم من القمر، وإن فضل رسول الله ليس له حدا فيعرب عنه ناطقا بفمي. فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. يا رب صل على خير الوجود ومن ساد النبيين والأملاك والرؤساء. الله 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 حسبنا. يا صاحي الرجال فاجد لنار الهدى من نوره
ربنا الله الله حسبنا محمد الأحمد الهدي النبي ومن في دينه دين أهل الشرك ضاد درسا طرف في روداته أبدا لعل قلبك يشفى من ضنان واسع الله الله ربنا الله الله حسبنا وقل لآل الحمى المكي من مضر هواكم في فؤاد سادتي غرسا الله الله ربنا الله الله حزبنا وأنتم مقصد الرجي وبغيته بكم ينال مناه عندما حبسا أصل لكم ملجأ والخلق عاطبة لولاهما طالع الشمس وغاب مساء الله الله ربنا الله الله حسبنا يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا عدتي إذ ما الزمان أسى الله الله ربنا الله الله حسبنا يا ذا الوسيلات والفضل الجليل ومن ساد النبيين والأملاك والرؤساء أعطاك ربك ما لم يعطه بشرا من الأنام فكل منك ملتمسا الله الله ربنا الله الله حسبنا لك الشفاعة في يوم الميعاد إذا ضاق الخناق وجل الخطب والتبسا ربنا الله الله نرجو من الله غافر الذنب يستره وتوبة أن تغسل الأوزار والدنسا ونفحة منك يا مولاي جاذبة للنفس أحيا بها طول المدى نفسا الله الله ربنا الله الله حسبنا بجاه أحمد خير الناس كلهم من قام لله في جوف الدجى غلسا الله الله ربنا الله الله حسبنا عليه صلى إلى آه دائما أنا أبدا ما ماس غصن على أبان النغى يبسا الله هذا وقد تحدث القائمون على هذا الاحتفال فقالوا وأجادوا قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يقل للإنس ولا للجن بل قال وللعالمين والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لله رب العالمين وبه الإعانة بدءا وختما وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا وإسما
أفضل منك لم تر غط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. جل شانك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في كل عام والسادة الصوفية قاطبة في هذه المظاهر، مظاهر الفرح والاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الفرح الظاهر، الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه المظاهر وهذه المظاهر الطيبة، ولكن الاحتفال الحقيقي بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو تطبيق شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا اليوم نشارك أبناء الشيخ موسى وأبناء الخليفة الشيخ موسى بالحليلة لاحتفالاتهم بأعياد مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم شيوخ الطريق الختمية هنا وخلفاء الطريق الختمية هنا في منطقة الحليلة، درجوا على إقامة هذه الاحتفالات السنوية احتفاء بهذا المولد العظيم. مشاركتنا لهم هي مشاركة دائمة وراتبة، هو احتفاء عظيم واحتفاء كبير جدا يقام، تشارك فيه جميع الطرق الصوفية بالمنطقة بالقرى والمجاورة لمنطقة الحليلة. وكعادة القوم لا يخلو جمع كهذا من الأطفال حتى وإن سهروا الليالي، مشاركين الكبار الأفراح ليسعدوا بأيامهم الأولى زمن الطفولة. صلاة الله تخشى المستطيع بعد كماله النور السطيع، ربيع في ربيع في ربيع بميلاد العلي القدر الرفيع. نحن في قرية الحليلة الشيخ موسى محلية الكامنين أبناء الشيخ نانا الترابي، نحتفل سنويا بالذكرى النبوية الشريفة في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. تجتمع إليه أفئدة الأحبة والمحبين متحابين في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع المبارك، هذا الجمع الطيب بهؤلاء المشايخ وهؤلاء الأخوان، وهذه البركة من جاه سيدنا النبي الحبيب المحبوب شافي العرج مفرج الكروب. اللهم يا هو يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام يا حنان يا منان، أنفحنا بهذه النفحات كما قيل في الحديث: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا إليها عسى أن تصيبكم نفحة لن تشغوا بعدها. اللهم يا هو يا هو يا رحمن الرحيم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم يا الله أكرمنا بجاه سيدنا النبي، اللهم ارحمنا بجاه سيدنا النبي، اللهم ارحم هذه الأمة المحمدية يا الله، اللهم اكرم هذه الأمة المحمدية يا الله، اللهم اعز هذه الأمة المحمدية يا الله، اللهم اعز الدين واكرم المسلمين والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. هذه المناسبة الطيبة الكريمة الطاهرة المباركة، الاحتفاء والاحتفال بالرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء العالم. نهنئ الشعب السوداني من منطقة قرية الحليلة منطقة الشيخ حمد ود الترابي، جميع إخواننا المسلمين في جميع مناحي الأرض وأمصارها بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتمنى من الجميع أن يجعل هذه المناسبة مناسبة خير وبركة وحب وود ووئام والتئام لكل الجماعات الإسلامية في السودان، وأن تصطف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. الله
ننتقل بكم مشاهدينا الكرام من ولاية الجزيرة، حيث ندلف إلى ولاية الخرطوم، حيث يقيم أبناء الخليفة محمد سعيد بركات بأم بدة الجميعاب احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. حيثما التفت فإنك تجد مظاهر الزينة الدالة على الفرح، بينما لا تخطئ عيناك مظاهر الطيبة وعلاماتها ماثلة في الوجوه لتعزز أياديهم الدليل. جرت العادة أن يبدأ أهل هذا المسجد من أبناء الخليفة محمد سعيد بركات بقراءة المولد لتصلح به الأصوات الندية. من القدم وجعلها واسطة لكل إنسان وأولد أولا في حضرته الواحدية وفر عنها سائر الأكوان وأمدها بأنوار عظيمة الشعشعانية وأوصل إمدادها لجملة الأعيان أحمده وأن جعلنا من هذه الأمة المرضية وكملنا بالانطواء جوف حجاب هذا الدر المصاب ورحمنا بهديه وسنته القوية وشرفنا بنزول هذا القرآن وطهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وصارت قلوبنا طاهرة مطهرة من الطغيان وأفاض على سرائرنا من الود هذه المعاني العلمية فنطقنا بالحكمة التي تشرف بها السغلان في حياض في رياضين بما بدأ ذلك النور استطيع ثناء في ضياء في بهائل
بوجه المصطفى الهادي الرفيع. وأعجب من ذلك كله إذا دققت غموض النار الفارسية، فيا عجبا ممن يسمع مثل هذا ويكذب فليس أقوى منه خسران. وكان لها على الصحيح 1000 عام لم تخمد لعبادتهم أو غدها الجاهلية، وقد خمدت لظهوره صلى الله عليه وسلم تلك النيران. وللإنشاد مكان في هذا الاحتفال، ومكان المديح محفوظ في مثل هذه الاحتفالات. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. ولد الحبيب ولاحت الأنوار، والكون سر وفاحت الأعطار، وتنسمت نسمات مولده وقد ولعت بها الأنجاد والأغوار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في الحقيقة اليوم يوم طيب مبارك، ولا شك أنه مبارك لأنه بمناسبة ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحتفي به كل عام في مثل هذا اليوم. هذه البقعة الطيبة المباركة، بقعة الشيخ محمد عثمان بركات آل بركات، هذه البقعة المباركة نزل الله يجعله في ميزان حسناتهم ويزيدهم رفعة ومقاما، ولا شك أنهم في زيادة لأنهم بتعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. نحن كمسلمين وطرق صوفية وختمية بالذات محتفلين دائما بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بنقرأ مولد النبي يوم الخميس ويوم الأحد ويوم الجمعة في كل مساجد الختمية، وكل السودان والعالم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب الرسول ونموت في محبة الرسول، وما عندنا حاجة خلاف الرسول، ومتحلين محتفلين ليلا ونهارا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل العالم الصغار وكبار محتفلين بسيدنا رسول الله. فعرف مقام المصطفى وامدح على حال ترى منها الكمال عصورا. أسرار تلك التسعة الأفلاك وهو لقد حواها وأظهر التفسير، بصر وسمع للأنام وقوة قلب وروح يمنع التغيير، محمد نور فللأظلام جنده هازم، غيس فيبدي في الرياض زهورا.
بمولده صلى الله عليه وسلم ضاء الوجود وأشرقت ربى الأرض بالوجه الأغر المبارك، وصدت عن السمع الشياطين وانبرت إليها رجوم من نجوم الشوابك، وخصص دون الأنبياء جميعهم خصائص ما فيها له من مشارك. به طهر البيت المحرم من أذى طواف العرايا والنساء العوارك، وحجته أقوام أقاموا بشرعه ونور هداه ما له من مناسك. يلبون شحثا محرمين كأنما أتوا من قبور باللوى والدكادك، عليهم شعار من سكينة دينهم يعمهم ما بين لاه وناسك. الحمد لله مولي النعم، والشكر لله على ما خص منها وعم، والصلاة والسلام على النبي الأعظم وعلى آله وأصحابه وأمته أفضل الأمم. وبعد، الإخوة الكرام، في احتفال بالمولد النبوي الشريف لأبناء الخليفة محمد سعيد عثمان أحمد بركات وأبناء عمومتهم وأخوانهم وجيرانهم وأحبابهم، كلهم بحيوكم وبيشكروكم على تكبد المشاق إلى مجيئكم في هذه الساحة من كل عام. أولا، هذا الاحتفال بهذا المولد بهذه الطريقة كان في منطقة الحجازية غرب المتمة، ومنذ عهد بعيد له غرابة احنا مسكنا من اجدادنا ونمانجين هنا في المحل الاحتفال هنا اليوم له 38 سنة، وكان من قبل له غرابة 50-60 سنة. هذا الاحتفال طبعا كان في طريقة مبسطة وبيتطور في كل عام، وهذا الاحتفال هو احتفال بالمولد النبوي الشريف، ويعم كل أهل الطرق الصوفية. ما في حاجة اسمها الطريقة الختمية، إنما نحن نعرف كل الطرق الصوفية جميعا من غير تفصيل ومن غير تمييز، وكلهم يأتون من كل الأماكن، وكذلك الأخوان المداح منهم الناس الذهبوا إلى ربهم كثير منهم، ومنهم الباقين على هذه في هذه الدنيا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا إن شاء الله.